مثال الآن نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، تحية طيبة لكم، وعظم الله لنا ولكم الأجر برحيل كوكبة من قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبمزيد من الحزن والأسى القنصلية العامة في مدينة أربيل تستقبل المعزين بمناسبة رحيل قادة الجمهورية الإسلامية المتمثلة بآية الله العظمى السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية ورفاقهما، حيث يستقبلون الوفود من الأحزاب السياسية ورجالات الدولة ورجال الدين والمنظمات المجتمع المدني والأهالي، فكونوا معنا في تغطيتنا لهذا اليوم. استوار پایدار به همچیستگی که شاید کانی و شاید کانی به کار می‌کنند. من آخری که منم اینجا هستم. استعیم ما بعد از وقوع این حادثه خب پیام‌های زیادی رو دریافت کردیم، هم از مسئولین هم از شخصیت ها، رهبران احزاب، گروه ها و دانشگاهیان. به همین خاطر بعد وقوع الفاجعة والحادثة الأليمة والمصاب الجلل، وبعد الاتصالات التي تمت، قمنا كالقنصلية في أربيل بإقامة هذا المجلس العزاء واستقبال الكثير من المسؤولين والأحزاب والمنظمات والجاليات الموجودة هنا، وأقمنا كذلك سجل لتقديم العزاء من قبل من يزورنا في هذه الفترة من قبل المعزين والشخصيات في إقليم كردستان. حكومة إقليم كردستان كانت تعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لاستقبال الشهيد رئيس الجمهورية الإسلامية السيد إبراهيم رئيسي، ولكن عند سماعهم لهذا الخبر الحزين تألموا كثيرا بهذه الحادثة، مما دفعهم للمجيء إلى هنا لتقديم تعازيهم ومواساتهم لنا وللجمهورية الإسلامية الإيرانية والقادة. نعم لا شك أن استشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها تأثير مباشر بالداخل، ولكن من خلال الموقف الاستراتيجي الموجود في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي ظل قائد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد الخامنئي دام عزه، ستأخذ مسارها الصحيح وتأخذ استراتيجيتها المخططة له. ونحن شاهدنا بالأمس بأن مجلس الخبراء شكل اجتماعات كثيرة وبدأ بعمله، وتم اختيار الوزير الخارجية والحكومة لحين الانتخابات بعد 50 يوما. روش ها و سرعت عمل در
السيد إبراهيم رئيسي كان معروفا من يخدم شعبه، وقدم الكثير للجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك للمنطقة برمته، فهذه المحبة والاحترام والحزن من قبل الشعب الإيراني والعراقي وبقية الدول فهي ناشئة من هذه الخدمات والتواصل والصلة بين القائد والمواطن. داشت و برای همین تأثیرات شهادت ایشون بر این علاقات بین روس الاتحادی و الجمهوری الاسلامی الایرانی علاقات صداقه استراتيجية، علاقات وطيدة وقريبة جدا، ومقاربات قريبة جدا للقضايا العالمية، وتعاون وثيق في الجميع من المجالات، اقتصاد وثقافة وعلاقات سياسية وطيدة جدا. فزرنا اليوم القنصلية العامة لإيران للتعبير عن حزننا وتضامننا مع شعب إيراني صديق في هذه اللحظة المؤسفة. كيف كان الواقع الحادث عليكم؟ طبعا بعد الحصول على الأخبار الأولى عن تحبط الطائرة على متنها آيات الله الرئيسي، كنا نتابع الأحداث عن كثب عملا في بقاء ركاب الطائرة المنكوبة أحياء وسالمين. هل كان لكم دور في أيضا تعقب الطائرة يعني من أجل البحث عن بالليل نفس اليوم أجرى رئيس بوتين مقابلة مع سفير إيراني بموسكو، وقدم المساعدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأرسل هناك طائرتين مع فرق إنقاذ للمساعدة الأصدقاء الإيرانيين في التفقد وفي أعمال بحث عن الطائرة المنكوبة. نعم، هل سوف يشارك الرئيس بوتين مراسم التشييع وكذلك؟ في مراسم تشييع سيشارك رئيس مجلس الدوما السيد فولودين، هو يترأس الوفد الروسي. كيف تقيم العلاقات ما بعد الحادث بين روسيا والجمهورية؟ علاقات بين روسيا وإيران قوية، أخوية، علاقات صداقة، ولن تتغير، بالعكس سنشهد تقوية هذه العلاقات. والله احنا جينا حضرنا الى قنصلية الإيرانية الإسلامية في أربيل، نشوفه هو واجب علينا لأنه هذا الحدث هو حدث جلل، لأن احنا نعتبره حدث عظيم بوفاة رئيس جمهورية إيران والوفد المرافق له، خاصة رئيس الوزراء معه. الله يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته. إن لله وإنا إليه راجعون.
الواقع في اي فاجعة كبيرة جدا هذه تعتبر، لانه جمهورية الإيران الإسلامية جارة عزيزة علينا واحنا نعتز بها، واحنا هذا امر رب العالمين، واحنا نتمنى ان لا يصيب إيران اي سوء اخر وتكون خادمة الأحزاب. القنصلية الإيرانية في الجمهورية الإسلامية لإيران في أربيل حتى نشاركهم ونعازيهم بفقدان المرحوم والمغفور له فخامة الرئيس الجمهورية الإيرانية وأصحابها اللي بحادث مريع استشهدوا، وإحنا قلنا لهم إحنا كشعب كردستان نشارككم الأحزان وحزنكم حزننا وإن شاء الله آخر الأحزان. اي والله احنا كرئاسة الاقليم كردستان ورئاسة الحكومة الاقليم كردستان على وشك التحذيرات لاستقبال فخامة الرئيس الجمهورية الايرانية والوفد المرافق له بعد وصولهم بعد سفارتهم لبغداد، بعدين قبلوا ان يزوروا اربيل وهاي كان يكون حدث كبير لنا، بس مع الاسف صار هاي الحادث، وان شاء الله احنا علاقاتنا ويا طهران يكون يستمر ان شاء الله، الحكومه الجديده والرئيس الجمهورية الجديد بطهران يرشحوها وبعدين الاتفاقات والتعاون يستمر بكل النواحي. فخامة الرئيس الاقليم وفخامة رئيس الحكومة الاقليم كردستان والوفد المرافق لهم. بس راسي تؤدي تكجون يا هو ليش ما بيروح ليش انا تاك تو ديسكين بس فون دم بيتجوز. نحن ممثلين لاتحاد برلماني كردستان شاركنا اليوم في موكب عزاء المقام على روح الشهداء السيد الرئيسي المرحوم عبد الهيان والوفد المرافق له، ومن خلال زيارتنا هذه ومن خلال القنصلية الإيرانية والسيد القنصل العام نعبر عن عزائنا وحزننا، نرجو أنه يصل إلى الحكومة الإيرانية والمرشد العام والشعب الإيراني عامة، ونعزي أنفسنا، نتمنى من الله أن يسكننا الله فسيح جناته، ونأمل لذويه والحكومة الإيرانية والشعب الإيراني ونفس وأنفسنا أيضا الصبر والسلوان، والله يصبر الجميع. أنا شخصيا كنت أتابع الحادثة منذ بداية اللحظات الأولى إلى الساعة السادسة وقليلا صباحا حينما تأكدوا أنه من الحادثة هي صحيحة، وفعلا كانت واقعة مريرة، واقعة حادثة مؤلمة، أنها تعبر فعلا عن قسمة الإنسان وإرادة الله، فلا أحد يستطيع أن يواجه إرادة الله ولا يوقفها، فأنها حادثة مؤلمة جدا. نرجو مرة أخرى أكرر عزائي للشعب الإيراني والحكومة الإيرانية وأنفسنا. يعني ما لمسناه من خلال الزيارة الأخيرة للسيد رئيس الأقليم والوفد المرافق له للجمهورية الإسلامية والتعاون والوعود التي لمسناها منهم، نأمل فعلا أن تنفذ هذه الوعود، ولمسناها أيضا في الآونة الأخيرة بتحسن العلاقة بين الأقليم وطهران، وأيضا بما تنعكس على العلاقة بين الأقليم وبغداد، نرجو أن تستمر هذه العلاقة وتستمر هذا التعاون بما يخدم مصلحة العراق والجمهورية الإسلامية ومصلحة الأقليم بضمنهما وكذلك مصلحة الشعبين. Ich habe das Ganze noch. Ich habe das Ganze noch. Ich habe das Ganze noch.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. حضرنا اليوم في العاصمة أربيل لنقدم تعازينا إلى الشعب الإيراني باستشهاد سيادة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باسم الطريقة العلية القادرية الوليانية في العالم الإسلامي، وشكرا جزيلا. والله الواقعة أكيد أليمة بالنسبة إلى الجارة إيران، باعتبار أنه أقرب الجوارين إلينا إيران، فالواقعة بالنسبة لنا أليمة جدا، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا ويلهم الشعب الإيراني الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله هي أكيد تبدو إلى العلاقات القديمة بين الشعب العراقي والشعب الإيراني، لأن إحنا عشنا أخوة يعني في أيام المعارضة وفي أيام السلم وفي أيام يعني أقرب الجوارين إلينا الشعب الإيراني، فلا بد أن نشارك الجيران بعزائهم، وهذا عزاؤنا جميعا إن شاء الله. هذا الرئيس السيد إبراهيم رئيس الجمهورية الإيرانية كان من أنبل الأشخاص الذين رأيناه، وكان نورانيا ربانيا محمديا من آل البيت صلى الله عليه وسلم، وكان مشتاقا لطريقة الإسلام ولآل البيت، ونسأل الله العظيم أن يرفع مقامه ويجعله مع الأنبياء والشهداء والصالحين، ويسكنه فسيح جناتك جنات النعيم مع النبيين والمرسلين وآل البيت إن شاء الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. وهذا الشيخ، فقلت قبل الأوان إني رأيت في أحد قبل 3 أشهر في أحد في 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 المنام، والمنام جزء من 46 جزءا من النبوة، فرأيت الإمام السيد الرئيسي إبراهيم رضي الله عنه، شفته رأيته مع الإمامين الإمام الحسن والحسين رضي الله عنهما، رأيته وألقيت بهم وقد صافحته في المنام، وهذا نور وبركة وسرور، وهذا يعني إن شاء الله تعالى نفتخر بهذه الأحلام ونفتخر بهذه المكان المقام المحمود له إن شاء الله تعالى في الدوس الأعلى، وهو إن شاء الله إن شاء الله تعالى يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الحسين والحسين والفاطمة الزهراء البتول إن شاء الله. والله هذا محبة، ما دام أكون لا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخر من الخاسرين. ما دام نحن متمسكين بلا إله إلا الله محمد رسول الله وآل بيت رسول الله، فيجب علينا أن نكون مشتاقين لجميع الدول الإسلامية وخاصة الجمهورية الإيرانية الإسلامية، نفتخر بهم إن شاء الله تعالى مع العراقين الحبيب. بس مرة زي بس مرة جدا بعدها إن شاء الله. إحنا برلمان كردستان رئاسة الديوان مع المستشارين الموجودين الآن في برلمان، تعرفون أنه الآن برلمان ما عندنا دورة انتخابية، المستشارين ورئاسة الديوان قاموا بمشاركة في مجلس عزاء وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفاقه، وقمنا بزيارة التعازي كسلطة تشريعية. نعم، كيف كان العلاقة بين الجمهورية الإسلامية؟ العلاقة كلش طيبة، علاقة على مرور الزمن مع الجمهورية الإسلامية، يعني بين إقليم كردستان والجمهورية الإسلامية كان علاقة على مرور ومستمر، كان علاقة طيبة وعلاقة جيدة ما بين الجهتين. هل هذه العلاقة سوف تستمر وتتعمل؟ تستمر. احنا تعرفون يعني قبل مدة زمنية قليلة زار رئيس الإقليم طهران، وكان أجرى لقاءات كلش متميزة مع الرؤساء، وخصوصا مع المرحوم الرئيسي اللي كان
على موعد أنه يزور إقليم كردستان في هذه الفترة، ولكن ما صارت وصارت هذه الفاجعة. العلاقات كلش طيبة وكلش زين. كيف ترى هذه الفاجعة؟ تألمنا كثيرا، لأنه ألم شعب كردستان مع الشعب الإيراني ألم واحد. هم دائما يشاركوننا في حوادثنا، في أول من يشاركنا الحوادث هو الدولة الإيرانية، فإحنا نشاركهم نفس، نتبادل نفس الشعور مع الدولة الإيرانية والشعب الإيراني. نعم، احنا اليوم حضرنا مع معالي وزيرة الزراعة والموارد المائية بالإقليم السيدة بقر طلباني لتقديم واجب العزاء إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والحقيقة هي كارثة كبيرة، وجينا لنتقدم بالتعازي إلى كل الشعب الإيراني وإلى القيادة الإيرانية بهذا المصاب الكبير، ونتمنى أن يكونون دائما في خير وأمان، وأن ما تتكرر هذه المصائب الكبيرة على شعب إيران وحكومة إيران أيضا. دور الإسلامية في الإقليم وكيف العلاقات الثنائية؟ الجمهورية الإسلامية دولة جارة لإقليم كردستان، ونتمتع معهم بعلاقات طيبة، والدليل على ذلك اليوم وفد كبير من حكومة إقليم كردستان ومن القيادة الكردستانية راح يكونون موجودين في طهران للمشاركة في مراسيم التشييع والعزاء. هل سيكون له تأثير بعد الإشادة لأكثر الأواصر؟ احنا نتمنى هذا التجمع الكبير من القيادة الكردستانية في مراسيم التشييع والعزاء أن يأثر أثر إيجابي على العلاقات بين إقليم كردستان وبين الجمهورية الإيرانية الإسلامية. كان لإقليم كردستان، نعم، ولكنه كيف كان الوقع الأثر؟ للأسف يعني كنا نتأمل أن تتم هذه الزيارة، ولكن اللي حصل إنه هذه الكارثة والمصاب الكبيرة اللي حصل، وهذا أمر الله، فلذلك ما تحققت هذه الزيارة، ولكن إحنا كنا يعني متشوقين لأن تتم هذه الزيارة، والهدف هو تقوية العلاقات بين الطرفين. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله وجورنا وجوركم. نعزي جمهورية إسلامية إيران وبرأس سيد علي الخامنئي باستشهاد خافة الجناب الرئيسي والرئيس وزير الخارجية والقافلة من جماعتهم، استشهادهم. نعزيهم ونعزي جميع أوائلهم، وإن شاء الله إحنا المجاهدين من الكركوك جايين، ونقدم نعازي للسيد الرشنودي لقنصل الجمهورية الإسلامية إيران في أقليم كردستان محافظة الأربيل، والله يرحمهم، مكانهم جنة إن شاء الله. هم هؤلاء الشهداء، هؤلاء الفداء الوطن، إن شاء الله مكانهم جنة الفردوس إن شاء الله. كيف تجد دور الجمهورية الإسلامية في تقديم الدعم سواء كان للكركوك وكذلك أهالي تركمان وكذلك بقية الأقليات؟ الحمد لله، نحن كمحافظة الكركوك أول الناس، أول المجاهدين وقفوا ويانا وقف المشرفة، وبالمادية بالمعنوية بالسلاح الحمد لله، وجميع الله يرحم جميع شهدائنا برأسهم حاج أبو مهدي المهندس وحاج قاسم السليماني رحمة الله عليهم، وهؤلاء وقفوا وقفة المشرفة ويانا مع محافظة الكركوك، يعني بالمحافظة الكركوك. الحمد لله، شكرا لله، ونحن نشكركم، نشكرهم ونشكركم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قدم تعازينا
إلى الإمام الأمة، بالخصوص السيد خامنئي إمام الأمة في الجمهورية الإسلامية، وخاصة إلى الشيعة في الجمهورية الإسلامية وفي العراق. تقريبا إحنا تعدينا من سمعنا خبر الاستشهاد بسقوط طائرة، واقعا أهل العراق خصوصا شيعة العراق قبل شيعة إيران وأهل إيران كما يقول تأثروا أثرا بليغا، وطابعنا الأخبار مع سقوط الطائرة. ونحن نقدم تعازينا مرة ثانية إمام السيد خامنئي إمام الأمة والشهداء الإيران، ونحن لا ننسى قبل هذه الفترة إن شاء الله ما يبقى مكان خالي. بال98 تقريبا بـ90 انفجار المجلس الشورى الإيراني راح ضحية 72 رئيس الجمهورية، شغل الحمد لله إجا مكانا الثاني والثالث. يعني الجمهورية الإسلامية إن شاء الله أمت الحاجة إلى هذا المجاهدين موجودين يسدون الفراغ الشهداء، طلبوا الشهداء الله يرحمهم جميعا. من كركوك هاشم محمد من أهالي كركوك المجاهدة، وفد من كركوك الأخوة المجاهدين إلى قدم من كركوك 90 شهيدة، قدم تعازينا إلى قنصل إيراني في كردستان العراق. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى شهدائنا الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي الإمام العصر والزمان ومراجعنا العظام وشعبنا العراقي والشعب الإيراني على هذا المصاب الجلل، وعلى رأسهم نعزي ولي أمر المسلمين الإمام السيد علي الخامنئي، ونسأل الله أن يلهمه الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل. نحن قادمين من مدينة كركوك من منطقة 90 الشهيدة الباسلة، جينا نقدم تعازينا إلى الشعب الإيراني ونشاركهم في هذا العزاء. نحن جينا هنا أولا يربطنا مع الشعب الإيراني الأبي قضية العقيدة والإسلام، يربطنا بهذا الاسم وهذا الشهادة، شهادتنا يعني شهيد شهيدنا ليس شهيد إيران فقط. نحن الإسلام خسرنا هذا الشهداء الأبرار، ولو هي مخسارة إنما إن شاء الله يكون الفوزهم في الجنة بإذن الله. نعم، احنا قدمنا شهداء تلو الشهداء، صمدنا وضحينا من اجل العقيدة الاسلامية ومن اجل نشر الفكر الشيعي بالذات في مدينة كركوك الباسلة، ولا يزال نمارس عملنا بكل جد واخلاص. احنا من شيعة كركوك، شيعة امير المؤمنين من كركوك، قدمنا لتقديم التعازي الى الجمهورية الاسلامية والى المرشد الاعلى السيد علي الخامنئي، ونحن معهم صفا واحدا في هذه الطريق، وخاصة في هذه المحنة ان شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته ويحشرهم مع محمد وآل محمد. تعزيز الأواصر بين المسلمين وكذا
والله كان دورا مميزا للسيد الرئيسي في توحيد الأمة وخاصة الشيعات، شيعة أمير المؤمنين في العراق وفي كافة الدول العالمية الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم حزب تركمانلي وباسم الشعب التركماني نعزي أنفسنا أولا والشعب الإيراني وعالم الإسلامي بوفاة الرئيس الإيراني الفقيد رئيسي وجمع أصدقائه، وندعو من الله الرحمة والمغفرة لهم، ونتمنى أن تستقر المنطقة وإيران ينتخب رؤساء جدد يخدمون الإيران ويجيبون استقرار للمنطقة. إيران عنصر مهم في المنطقة، إيران صديق الشعب العراق وصديق التركمان بالدرجة الأولى، يعني نعتبر هكذا. ففي هذه الحادثة نعبر حزننا وأسفنا في هذا الموضوع، نرجو من الله أن يعوض الشعب الإيراني والأمة الإسلامية بأحسن من الوضع الحالي إن شاء الله. نعم. شنو السبب اللي خلاكم تجون تقدمون التعارف؟ طبعا إيران صار له عشرات السنين دي يدعم الشعب العراقي أيام الدكتاتور وبعد السقوط الدكتاتور، فعلاقتنا مع إيران علاقات تاريخية أيضا، ثقافية وعقائدية أيضا. فاحنا شعبين لدينا مشتركات كثيره بين الشعبين، فالشعبين ايضا دولتين العراق وايران نعمل على استقرار المنطقه وابعاد الطغاة والمستعمرين في المنطقه. احنا متاسفين جدا للحادثه، وان شاء الله مصيرهم جنه وناس طيبين وناس، واحنا كنا ننتظر راح يزورنا هنا في كردستان، فكنا محتاجين ونريد نشوف جنابهم. تسيم ما قدر الله ما صار، احنا متاسفين جدا جدا في حادثة المميتة لجميع الأشخاص اللي كانوا متواجدين بالطيارة. إن شاء الله مكانهم جنة والله راح يساعدهم. والله إحنا كنا يعني عندنا علاقة كلش كبيرة من زمان، والإيرانيين كانوا يعني كعام وناس طيبين وناس ساعدونا في جميع المواقف واللي إحنا احتجنا إلى مساعدتهم، وإحنا كنا نتمنى إن شاء الله في السابق والآن راح تكون علاقتنا جدا جدا قوية ومستفيدة بين البلدين لصالح الشعب الإيراني والكردستاني. بس لا. اسمعوا لي يا بلاد. جاب لك ما تيجي تجيرتو.
جئنا نقدم تعازينا الحارة للقنصلية العامة لجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل بوفاة الرئيس رئيس الجمهورية الرئيسي ورفاقه في حادث مؤلم. تأسفنا لهذا الحادث وإن شاء الله تكون آخر مصيبة للشعب الإيراني وللحكومة الإيرانية. طبعا علاقة الإقليم مع الجمهورية الإسلامية علاقة تاريخية، خاصة أنا أتحدث عن الناحية الاقتصادية. علاقاتنا يعني تعود لتاريخ انتفاضة الشعب الكردستاني في 1991 وقبلها، يعني علاقات شعب كردستان مع إيران علاقات قوية. إن شاء الله هذه العلاقات تبقى لمصلحة الجميع. إيران شريك حيوي واستراتيجي اقتصاديا مع إقليم كردستان، مع العراق بشكل عام، ونأمل أن تدوم هذه العلاقات وتتطور لمصلحة البلدين ومصلحة الشعوب في المنطقة. الحادث هل سيؤثر على طبيعة العلاقات؟ أعتقد لا، لأنه يعني ليش يؤثر؟ حادث مؤسف مؤلم، لكن العلاقات موجودة وإن شاء الله كل شيء يبقى على حاله. أتينا باسمي وباسم الجبهة التركمانية العراقية أن نقدم تعازينا الحارة بمناسبة وفاة الرئيس إبراهيم الرئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفاقه في حادث أليم. نرجو الله أن يتغمد الفقيد ورفاقه برحمته الواسعة وأن يعوض الشعب الإيراني خيرا منه. طبعا الدولة الإسلامية جارة لنا، وجميعنا نعرف دور إيران ودور الفقيد إبراهيم الرئيسي في استقرار المنطقة ومحاولتي لجعل المنطقة أن ينعم بالسلام وراحة. يتغمد الله الفقيد برحمته، ونتمنى أيضا أن يلهم الشعب العراقي الشعب الإيراني الصبر والسلوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. احنا حضرنا اليوم إلى هذا المكان القنصلية الجمهورية الإسلامية للمشاركة في إحياء ذكرى استشهاد السيد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في هذه المناسبة نقدم تعازينا كممثل لعتبة الحسينية في كردستان إلى الشعب الإيراني وإلى بقية الله في أرضه وإلى السيد علي الخامنئي لهذا المصاب الجلل. ونحن على يقين بأنه الجمهورية الإسلامية سوف تتخطى هذه المصيبة. دائما نرى أنه المصائب التي تحل على رأس الجمهورية الإسلامية سرعان ما تخرج هي منتصرة وقوية. السيد الفقيد رحمة الله عليه الشهيد السيد الرئيسي كان له دور كبير في خصوصا مع الشعب العراقي، موقف مع الشعب العراقي ومع مواقف الشعوب المظلومة كما هو في فلسطين وفي اليمن وفي بقية الدول المحرمة، له مواقف مشرفة حقيقة. ونحن اليوم نخسر هكذا شخصية فهي خسارة لكل المسلمين لكل مستضعفي العالم. هذا الرحمة والرضوان له ولرفاقه الذين سقطوا معه. لأن هذا أقل ما نستطيع أن نقدمه لعرفان هذا الرجل مقابل مواقفه الإنسانية ومواقفه مع المستضعفين ومواقف الجمهورية الإسلامية بشكل عام. أنتم كما نعلم ويعلم الجميع ما تعرض له العراق عام 2014 على أيدي داعش، بحيث وقفت جميع الدول متفرجة. الدولة الوحيدة التي مدت يدها للعراق هي الجمهورية الإسلامية، سواء كان في زمن
الشهيد الحاج سليماني وأيضا الآن السيد الرئيس رحمة الله عليه. هذه المواقف توجب علينا من موقف إنساني أنه نشارك على أقل ما نقدر أن نشاركه في هذا الموقف. دعي